وينضم إلينا مشاهدينا هنا في الاستوديو ضيفي الأستاذ منيف الحربي المحلل السياسي. أستاذ منيف أهلا بك معنا. أهلاً. شكرا لحضورك الاستوديو. يعني إذا ما نظرنا إلى كل هذه التصريحات التي جاءت في صحيفة واشنطن بوست من ولي العهد، نبدأها ربما تصريح إذا أسعفنا الوقت. ذكر ولي العهد أنه تعيين أمراء شباب يأتي ضمن جهود توظيف أصحاب الطاقة العالية، كيف ترى أنه يتسق هذا مع كل البرامج التي جاءت مع رؤية 2030؟ خليني أتحدث بالبداية، من قرأ بعمق رؤية 2030 يدرك أن هناك أهداف محددة وأهداف استراتيجية، وهي تحتاج إلى كما ذكر الأمير محمد بن سلمان تحتاج إلى طاقات عالية وأشخاص حالمين ومؤمنين برؤية 2030. فالتعيينات هذه تتوافق مع تتسق مع رؤية 2030 لتحقيق أهدافها. لا ننسى أنه في تقريبا 24 برنامج تنفيذي، في تطوير للأجهزة الإدارية، في برنامج التحول الوطني، فالتعيينات كانت تأكيد واستمرارية بتعيين أشخاص أصحاب كفاءات وأصحاب طاقات عالية وحالمين ومؤمنين بالرؤية 2030. نعم، استخدم أيضا ولي العهد مصطلح الصدمة في الحديث عن الحملة ضد الفساد. إلى أي درجة وإلى أي مدى ترى أنه فعلا هذا الأسلوب ناجع اليوم والآن؟ قبل 4 نوفمبر 2017 الكل يعتقد أنه مكافحة الفساد شعار يرفع ولن يكون مطبق على أرض الواقع، وأنه سيتم استثناء أشخاص سواء في مكاناتهم الاجتماعية. لكن اللي حدث أنه بالفعل كانت صدمة، مثل ما ذكر الأمير محمد بن سلمان، لا تستطيع أن تخلق تنمية وتطور في وجود الفساد. استشهر الفساد في السعودية بشكل كبير، وكما ذكر الأمير محمد بن سلمان أنه مثل السرطان اللي تفشى بالجسد، وبالتالي هو بحاجة إلى علاج كيماوي. والعلاج الكيماوي كان من الصدمة اللي تم إيقاف 361 شخص، والآن موجود 56 شخص، البقية تم إطلاق سراحه. نعم. طيب أيضا تحدث ولي العهد في لقاء مع واشنطن بوست عن كل التغييرات عديدة تحدث عنها، ولكن خص أيضا التغييرات في وزارة الدفاع وربط هذه التغييرات بتحسين الإنفاق العسكري. كيف سيحقق ذلك نتائج أفضل في هذا القطاع تحديدا؟ في مقابلة الأمير محمد بن سلمان مع واشنطن بوست ركز على نقطة مهمة، أنه الجيش السعودي هو الجيش الرابع إنفاقا على مستوى العالم، ولكن من ناحية الأفضلية هو بالمرتبة من 20 إلى 30. لو رجعنا لرؤية 2030 هي تعتمد على تحسين الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، ووزارة الدفاع تأتي في هذا السياق. لا ننسى أنه الأمير محمد بن سلمان أيام الملك عبد الله كان مسؤول عن تطوير وزارة الدفاع، وهو كان الأمين العام لتطوير وزارة الدفاع، فهي أتت أيضا لكي يكون الإنفاق متوازي مع أفضلية الجيش السعودي ووضعه في مراتب متقدمة. الآن هو بين 20 و 30، لكن من ناحية الإنفاق تقريبا الإنفاق على مستوى العالم هو الرابع. أيضا الأمير محمد بن سلمان ركز على مسألة المحتوى المحلي بالنسبة للصناعات العسكرية، وهذه له دور أساسي. فتعيين أيضا شخص مدني مساعد الوزير الدفاع للشؤون التنفيذية من القطاع الخاص، هذه تجربة جديدة أيضا في وزارات الدفاع في العالم العربي، وها نقلة لمثل وزارة الدفاع في أوروبا وفي أمريكا. أيضا تزامن ذلك مع معرض أفد اللي يتواجد حاليا ويعتمد أيضا على الصناعات العسكرية المحلية، تأكيدا لما ذكرته أستاذ منيف في هذا الجانب تحديدا. الرؤية تتحدث عن 50% من المحتوى من الصناعات العسكرية يجب أن تكون محتوى محلي، وهذا تطور للصناعات، تطور للكفاءات، تطور للقدرات، وهي في رغبة حقيقية لتوطين الصناعات العسكرية. الأمير محمد بن سلمان في مقابلة سابقة ذكر أنه في صناعات معينة من الصعب أن نقوم بها، ولكن أيضا هناك صناعات بالإمكان القيام بها بتحديث وزارة الدفاع، بوضع العديد من الشركات، شركة الصناعات العسكرية راح تلعب دور في توطين 50% من المحتوى المحلي. أستاذ منيف، لماذا ربط ولي العهد اتساع وتيرة التغيير وسرعتها بأنها ضرورية في عملية دعم النمو؟
لا تستطيع أن تنمو إن لم يكن هناك إصلاحات. من السبعينات كان في حديث طويل في السعودية عن عدم الاعتماد على النفط. اللي حدث هذا الحوار الطويل من السبعينات جاء الأمير محمد بن سلمان عراب الرؤية 2030 ووضح موضوع التنفيذ. كان الاقتصاد السعودي يمر مرحلة تشوهات بسبب اعتماده على الانفاق الحكومي بشكل كبير، والانفاق الحكومي هو اللي من صنع القطاع الخاص لدينا في تجربة استثنائية. فبالتالي الإصلاحات عامل مهم جدا لتحقيق النمو. لا تستطيع استمرارية النمو إن لم تقدم على إصلاحات اقتصادية مهمة وفي توقيت مهم جدا. نعم، تحدث أيضا ولي العهد عن ضرورة مواجهة الأعداء وخاصة هنا إيران تحديدا. كيف أصبحت مواجهة إيران اليوم أكثر وضوحا أكثر قوة؟ أيضا الصراع مع نظام الفقيه هو صراع وجود وليس خلاف سياسي. من يعتقد أنه خلاف سياسي هو لا يعرف طبيعة هذا النظام. نظام ولاية الفقيه لديه مشروع على الهيمن على العالم الإسلامي مردوفا بنظرية محمد جواد لاريجاني، نظرية أم القرى. فصراعه هو صراع وجود. طهران تسعى إلى الهيمنة على العالم الإسلامي، ترى أن السعودية هي القوة الخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي اللي قادرة على التصدي. لا ننسى أنه هناك كان مشروع طهران الذي تم إعادة صياغته ب2004. السعودية قامت بدور مهم جدا في التصدي لهذا المشروع. الصراع مع نظام ولاية الفقيه هو صراع وجود، وبالتالي هناك رغبة من طهران للسيطرة على العالم الإسلامي ورغبة بالإضرار بالأمن الوطني السعودي. وبالتالي عاصفة الحزم هي كان في سبتمبر 2014 كان طهران تتحدث عن السيطرة على 4 عواصم عربية. نعم. مع عاصفة الحزم الآن تراجع ويبحثون عن حل. فبالتالي مواجهة إيران لأنه الصراع معها صراع وجود. نعم، أيضا تحدث عن شأن اليمني ولي العهد وتحدث عن دور القبائل اليمنية في مواجهة الانقلاب. متى برأيك سوف يظهر هذا الدور بشكل ربما أكبر، يكون بشكل فعال لإنهاء كل هذه الصراعات على الأرض اليمنية؟ لو تلاحظي في الفترة الأخيرة هناك أمرين مهمين. الأمر الأول أنه الشرعية سيطرت على 85% من اليمن. الأمر الثاني نشطت الدبلوماسية السعودية بشكل كبير. القرار اللي لم اتخذت فيه روسيا حق النقض الفيتو، لكن لو تلاحظي أنه العديد من الدول الآن أصبحت ترى أنه طهران تقوم بتمويل ميليشيا الحوثي، وهذا تطور كبير في المشهد الدولي. الآن بعد اغتيال علي عبد الله صالح هناك قناعة لدى القبائل بإقناع القبائل أنه ميليشيا الحوثي هي تنفذ أجندات طهران وليس فصيل يمني سياسي يريد الأمن والاستقرار. فبالتالي القبائل لديها قناعة الآن، وأعتقد أن التحالف لعب دور أيضا في إقناعه وكشف ميليشيا الحوثي بشكل كبير وأعطاهم الأدلة أن هي امتداد لمشروع طهران. هي كل هذا لم تكن مقتنعة القبائل بالحوثيين أنهم ينفذوا هذه الأجندة الإيرانية، يعني أصبحوا في يجندوا الأطفال في المدارس، يدرسوا المناهج الإيرانية، كل هذا ولم تقتنع بعد القبائل؟ لم في بعض القبائل لديها مصالح ما في شك، وفي بعض القبائل تعتقد أنه هذا صراع سياسي. ولكن بعد ما حدث الآن وبعد المشاهد وبعد اغتيال علي عبد الله صالح اقتنعت القبائل أنه هذا الحوثي ليس له وفاء وليس له لا تحالفات، هو ينفذ أجندات طهران. بدليل ولد الشيخ أمس في مجلس الأمن تحدث أنه كانت في مبادرة سلمية، وفي اللحظة الأخيرة تراجع الحوثيين لأنه طهران أجبرت الحوثيين على التراجع. وبالتالي في وضوح كامل أنه ميليشيا الحوثي هي تطبق مشروع طهران. نعم، أشكرك على كل هذه الإيضاحات الأستاذ منيف الحربي المحلل السياسي. شكرا لك، شكرا لحضورك الاستديو.